أهلا بكم إلى نشرة العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. وفي أبرز عناوينها: الأرصاد الجوية تشير إلى تواصل المنخفض الجوي على السلطنة، وأمطار بين المتوسطة والغزيرة تشهدها عدد من المحافظات. بدء سريان هدنة لوقف إطلاق النار بعد سقوط قتيلين و14 جريحا في المواجهات الدائرة بالقرب من القصر الرئاسي بصنعاء. اجتماع بروكسل يدعو إلى زيادة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية في مكافحة الإرهاب. أهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس كلاوس يوهانس رئيس رومانيا، ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسا لرومانيا. أعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تمنيات جلالته الطيبة له وللشعب الروماني الصديق باطراد التقدم والازدهار، مؤكدا حرصه على تطوير علاقات التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. هطلت أمطار بين الغزيرة والمتوسطة اليوم على معظم محافظات شمال السلطنة نتيجة تأثير منخفض جوي، وأكد بيان للهيئة العامة للطيران المدني تسجيل ولاية العامرات بمحافظة مسقط أعلى كمية هطول تجاوزت 30 مترا. وأشار البيان إلى أن الأجواء ستعود إلى الاستقرار التدريجي مساء غد الثلاثاء. وتسببت الأمطار في نزول العديد من الأودية والشعاب، فيما شهدت منطقة الحمرية وروي بمسقط أمطارا غزيرة أدت إلى إخلاء مستشفى النهضة من المرضى بعد دخول المياه إليها. محافظة مسندم كانت أولى المحافظات التي استقبلت غيث السماء مصحوبا بحبات البرد نتيجة امتداد أخدود منخفض جوي يؤثر على شبه الجزيرة العربية من الشمال. كميات الأمطار سجلت أعلاها في ولاية خصب ب 24 مليمترا وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية، ورغم استمرارها لساعات إلا أن الأمطار تسببت في جريان الأودية والشعاب خاصة في بلدات قدا والحاجر والمحاس، كما أغرقت المياه بعض المزارع في الشرجة وغمضاء في ولاية بخا. تأثيرات الحالة الجوية امتدت لاحقا إلى محافظات الظاهرة وشمال الباطنة والداخلية بأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، فيما غطت مزن الأمطار محافظة مسقط بعد الظهيرة مصحوبة برياح أدت إلى ارتفاع في مستوى البحر. وتصاعدت كميات هطول الأمطار تدريجيا فوق ولايات محافظة مسقط لتتسبب في نزول أودية عدة أكثرها شدة كان في منطقتي روي والحمرية. المياه الجارفة وصلت طريقها إلى مستشفى النهضة القريب، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لغمر المياه لمبنى الطوارئ، فيما أكدت الجهات المختصة إخلاء المرضى من المستشفى من قبل طواقم الإسعاف. دخلت المياه إلى بعض المنازل في المنطقة القريبة من مستشفى النهضة نتيجة لقرب هذه المنطقة من الجبال وانحدار الشعاب وأيضا الحفريات وأعمال الطرق الموجودة في المنطقة. شرطة عمان السلطانية أعلنت إغلاق طريق عقبة بوشر لعامرات مؤقتا بعد تساقط الصخور نتيجة الأمطار الغزيرة، فيما حذر موقع الهيئة العامة للدفاع المدني من عبور الأودية الجارفة مشيرا إلى تزايد في حالات احتجاز أشخاص في مركباتهم. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على معظم محافظات شمال السلطنة مع تأثيرها على محافظتي شمال وجنوب الشرقية، فيما سيكون تأثيرها أقل على محافظتي الوسطى وظفار، على أن يكتمل مرور الحالة الجوية لأجواء السلطنة بنهاية الثلاثاء.
قالت المصادر أن كميات من المياه دخلت مختلف عنابر مستشفى النهضة، ما دفع المسؤولين بوزارة الصحة إلى نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، مع نقل أهم الأجهزة الطبية داخل المستشفى إلى أماكن آمنة، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني جهودها في مساعدة الكادر الطبي لنقل المرضى وإعادة التيار الكهربائي إلى المستشفى، إلى جانب محاولة فتح القنوات لتصريف المياه. ونتابع بعد قليل الصور التي سجلتها كاميرا الأخبار لمستشفى النهضة، ولكن قبل ذلك معنا حول هذا الموضوع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية. سعادة الدكتور، هل ممكن أن تطلعنا عن آخر المعلومات لعملية الإخلاء في المستشفى؟ أخي العزيز، كما تفضلت وذكرت في التقرير أن بعض المياه دخلت إلى المستشفى، ولكن بمستوى قليل لا يفوق 5 سنتيمترات، وتم اتخاذ قرار بإخلاء المستشفى احترازيا في حوالي الساعة 6 مساء، وتم إخلاء 95 مريضا ومريضة إلى مستشفى خولة ومستشفى السلطاني ومستشفى جامعة السلطان قابوس. نحمد الله أنه لم تكن هناك أي أضرار على المرضى، وكذلك التقييم المبدئي لأجهزة مستشفى خولة مستشفى النهضة عفوا لا تظهر أي ضرر ظاهر إلى الآن، وعملية التقييم مستمرة إن شاء الله. جهود رائعة وحثيثة بذلها إخواننا في الدفاع المدني، من رجال الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف، وتم إخلاء المرضى بجهودهم كذلك وجهود العاملين في مستشفى النهضة، والحمد لله الأمور طيبة. ولا شك أن المستشفى سيستدعي أن يظل مغلقا إلى نهاية الأسبوع لعملية التقييم والتنظيف، وأهيب بالإخوة المرضى إلى التوجه إلى مستشفى خولة في بخدمات الأسنان والطب العام، وكذلك إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس لخدمات الأنف والأذن والحنجرة وخدمات العيون، وأي حالة طارئة تتوجه إلى الطوارئ سواء في مستشفى خولة أو المستشفى السلطاني. كذلك سيتم إن شاء الله إطلاع المواطنين على سير الأمور من حيث تواريخ افتتاح الخدمات في المستشفى لاحقا. نعم سعادة الدكتور، نطمئن فقط أهالي المرضى عن حالتهم، خصوصا أنه تم نقلهم في ظروف صعبة نوعا ما خلال فترة الأمطار. نعم الحمد لله الأمور طيبة وليس هناك أي ضرر، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن لم يكن هناك أي مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فكانت الأمور الحمد لله ميسرة. نعم سعادة الدكتور، يعني هي ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مستشفى النهضة لمثل هذا الحادث، وكانت هناك جهود من وزارة الصحة لتفادي مثل هذه الحوادث. ترى يعني هل من قرار في بقاء هذا المستشفى في مكانه في المستقبل؟ أخي العزيز، هناك طبعا كما تفضلت هناك تم عمل احتياطات من حيث حماية المستشفى من جريان الأودية والسيول، ولا شك أن هناك خطط طموحة لدى وزارة الصحة من حيث التوسع في الخدمات، فهناك مشروع مستشفى مسقط المرجعي والذي هو قيد التصميم، وكذلك هناك مشروع المدينة الطبية التي تحدثنا عنها مرارا في الماضي، وهناك كذلك جهود عديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى السلطاني وكذلك بعض المرافق الصحية في محافظة مسقط. نعم سعادة الدكتور محمد بن سيف الحسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، شكرا جزيلا لك. وقد كان مع الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان رئيس لجنة الخدمات المنبثقة عن مجلس الوزراء، قد زار مستشفى النهضة اليوم للوقوف على طبيعة الأضرار التي لحقت بالمستشفى إثر دخول كميات من المياه إليه. معاليك، زرت المستشفى سبق وزرت المستشفى في إطار عمل لجنة الخدمات، ماذا وجدت بالتحديد في المستشفى؟ نعم مساء الخير. الحقيقة يعني وجدت جهود يعني مبذولة من الطاقم الطبي ومن الدفاع المدني والإسعاف في إخلاء المستشفى من المرضى المرقدين فيه. المستشفى تعرض لدخول مياه، هي مياه راجعة من الناحية الأمامية، ويظهر أنه القنوات اللي أقيمت إلى الآن لم تستكمل. بالتواصل مع الإخوان في بلدية مسقط اتضح لي أنه القنوات يعني في شبكة قنوات تصريف مياه
لم تكتمل أعمالها بعد، ولذلك أصبح المياه راجعة إلى المستشفى. لكن اتضح لي أنه أيضا أنه هذه نسبة المياه ليست يعني بالكمية السابقة اللي دخلت المستشفى في فترة سابقة في الأنواع المناخية السابقة اللي يعني تعرضت لها السلطنة، ويعني ولكن كان احترازيا كان على الطاقم الطبي يتخذ قرار في نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى لمواصلة علاجهم، طيب وكذلك معاليك أيضا للقيام بالصيانة. لماذا لم تستكمل هذه الأعمال؟ يظهر أنه يعني الشركة لا زالت يعني في العمل، ربما يكون في نوع من القصور في أعمال الشركة في تأخير في تنفيذ المشروع، ولكن الأخوة يعني متابعين واللجنة أيضا متابعة، بالرغم من أنه حصلنا تأكيد سابق على أنه يعني المستشفى يعني في مأمن من أي أمطار قادمة، ولكن يعني يظهر أنه بعض الأعمال لا زالت قيد التنفيذ، ولهذا السبب ربما يكون هذه المياه الراجعه هي اللي دخلت، ولكن الاضرار قليله جدا يعني. واعتقد انه كثير من الرسائل يعني الصور اللي ترسل في التلفونات ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن تكون قديمه سابقه، ليست في هذه الحاله، ولذلك يعني الأمور الحمد لله مطمئنة، وطمننا أيضا على المرضى وهم في حالة طيبة والحمد لله. أكيد أيضا وزارة الصحة متخذة كثير من يعني بتتخذ كثير من الإجراءات للقيام بأعمال تأمين المستشفى من ما قد يتعرض له مستقبلا إن شاء الله. نعم، معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، شكرا جزيلا لك. كما شهدت ولايات محافظة جنوب الباطنة أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة جرت على إثرها الأودية والشعاب، حيث شهدت قرى ولاية نخل عصر اليوم أمطارا غزيرة تركزت على رؤوس الجبال سالت على إثرها أودية نخل والطو وحلبان، فيما شهدت ولاية وادي المعاول أمطارا متوسطة، وشهدت بقية ولايات المحافظة أمطارا خفيفة. الأمطار امتدت أيضا إلى محافظة البريمي، حيث شهدت ولايات المحافظة هطول أمطار متفاوتة الغزارة. وأدت الأمطار التي بدأ هطولها في ساعات الصباح الباكر إلى نزول بعض أودية المحافظة وجريان الشعاب. مثلما يدنو الجمال إلى العيون دنت هذه الغيوم حاملة البشرى بخير طال اشتياقه، فكانت تخوم الجبال في مقدمة من استقبل غيث الرحمن في يوم عمت فيه الأمطار جميع ولاية محافظة البريمي. ومع أولى ساعات الصباح الباكر استيقظ أهالي ولاية البريمي ليجدوا السماء ملبدة بغيوم الخير قبل أن تتساقط الأمطار ومعها تجري الشعاب، أما ولاية محظة فكان نصيبها أوفر بجريان وادي السميني ووادي القحفي وسيلان شعابها. الحمد لله رب العالمين، ولاية محظة تشهد أمطارا غزيرة، والحمد لله الذي رزقنا هذه النعمة، أثرها سالت مجموعة من الأودية منها وادي السميني ووادي القحفي ومجموعة من الشعاب. وقد تساقطت الأمطار بشكل متفاوت بين المتوسطة والغزيرة ولم تتوقف عن الهطول، صاحبها سماع لصوت الرعد وظهور للبرق في صورة من صور الرحمة الإلهية على العباد. الأمطار الحمد لله بدأت اليوم من صباح اليوم وبعد فترة جفاف طويلة استمرت شهرين ونصف تقريبا،
والحمد لله الله عوضنا، اللهم لك الحمد والشكر. والأمطار استمرت من الصبح لهذه الساعة، ونتمنى إن شاء الله استمرارها وتكون بداية خير لموسم خصب بعد طول انتظار من الجفاف. عند الصباحات انهمر وخيره الأرض غمر، فاستبشرت أرواحنا واستبشرت كل البشر، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. عيسى بن خلفان الكعبي، ولاية محضة، محافظة البريمي. ولمتابعة تطورات الحالة الجوية ينضم إلينا مباشرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية الراصد الجوي خالد الجهوري. خالد، هل يمكن أن تطلعنا على آخر التطورات للمنخفض الجوي؟ مساء الخير أختي الجيم، بداية مساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا تأثير الحالة الجوية بدأ منذ ساعات الفجر الأولى على محافظة مسندم، حيث شهدت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، كانت مصحوبة بتساقط لحبات البرد وأدت إلى جريان العديد من الأودية والشعاب. الأمطار وتأثير الحالة الجوية امتد لاحقا على محافظات شمال باطنة، الظاهرة، البريمي، جنوب الباطنة الداخلية، وصولا إلى محافظة مسقط. بالنسبة لأبرز قراءات الأمطار المسجل في محطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، أعلى كميات أمطار سجلت هنا في محافظة مسقط، حيث سجلت ولاية العمارات هطول 34 ملم من الأمطار. أيضا خصب بمحافظة مسندم سجلت هطول حوالي 30 ملم من الأمطار، هنا أيضا في مطار مسقط سجلنا هطول حوالي 15 ملم من الأمطار. حاليا حسب آخر الصور الجوية هناك سحب رعدية تتحرك من الخليج العربي باتجاه محافظة مسندم، أيضا الأجواء لا تزال ملبدة بالغيوم على بقية المحافظات الشمالية للسلطنة، وحسب آخر تحديثات خرائط التنبؤات العددية لا تزال الفرص موجودة لهطول الأمطار متفرقة على محافظات شمال السلطنة خلال ساعات الليل وصباح الغد. بشكل عام خدود المنخفض مستمر بالحركة شرقا حسب نماذج التنبؤات العددية، من المتوقع عبور أخدود المنخفض أجواء السلطنة نهار الغد، وبالتالي من المحتمل عودة الأجواء إلى استقرار تدريجي ابتداء من مساء الغد إن شاء الله. طيب، أين سيكون تركز المنخفض خلال الفترة القادمة وإلى متى سيستمر؟ كما ذكرت الأجواء لا تزال غير مستقرة، فرص الأمطار لا تزال موجودة لا سيما على المحافظات الساحلية المطلة على بحر عمان، محافظات مسندم، شمال باطنة، جنوب باطنة، ومسقط وجنوب الشرقية كذلك. فرص الأمطار لا تزال موجودة خلال ساعات الليل وصباح الغد، هناك فرص لهطول الأمطار متفرقة متفاوتة للغزة، ولكن بشكل عام كما ذكرت المنخفض مستمر بالحركة باتجاه الشرق، ومن المتوقع عبور الأخدود المنخفض أجواء السلطنة نهار الغد على أن تعود الأجواء للاستقرار التدريجي خلال ساعات المساء. يعقب مرور الحالة الجوية هبوب رياح شمالية، حاليا حسب آخر الرصادات الجوية أيضا في محطات الرصد الجوي في محافظتي الداخلية والوسطى، بدأ هبوب رياح شمالية معتدة إلى نشطة. حاليا محطات الرصد الجوي تسجل هبوب رياح شمالية من 15 إلى 20 عقدة، من المتوقع استمرار هبوب الرياح الشمالية خلال اليومين القادمين إن شاء الله. هذه الرياح طبعا راح تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى احتمالية تطاير الغبار وتدني الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية. أيضا نود أن نلفت الانتباه كذلك إلى أن البحر راح يستمر من متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم، وبالتالي نكرر التنبيه للأخوة الصيادين ومرتادي البحر بتجنب ارتياد البحر خلال اليومين القادمين. نعم، إذن خالد الجهوري من المديرية العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. أفادت شرطة عمان السلطانية عن فتح عقبة العامرات أمام حركة سير المركبات بعد إغلاقها بشكل مؤقت نظرا لتساقط الحجارة من على الجبل نتيجة الأمطار التي هطلت على محافظة مسقط، بالإضافة إلى قيام شرطة عمان السلطانية بعمليات إنقاذ متفرقة في مختلف المحافظات.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المقدم سعيد البداعي من العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية عبر الهاتف. المقدم سعيد، تضعنا في آخر التطورات في حركة المرور وكذلك حول عمليات الإنقاذ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الآن الحركة المرورية باتت سلسة وسهلة بالنسبة للحركة المرورية في طرق مختلف محافظات. نعم مقدم سعيد. نعم نعم تفضل سعيد. نعم، أيضا تم التعامل مع كل الحالات التي تمت خلال الفترة الماضية وتسهيل الحركة المرورية في جميع الطرق في مختلف محافظات السلطنة المتأثرة بالحالة الجوية، والحمد لله كل الطرق سالكة الآن. طبعا مثل ما أشرت إلى أن طريق عمرات بوشر العقبة الآن صارت سالكة وبإمكان العبور فيها. لا زال طبعا مثل ما أفاد الأخوة في الأرصاد إلى وجود الأمطار مستمر إلى يوم الأربعاء. إن شاء الله نتمنى تكون أمطار خير وبركة، ولكن يجب على الجميع الانتباه وأخذ المحاذير وكل المعلومات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام، مأخذ الجد والتعامل معها أيضا بعقلانية. نعم، بالنسبة لعقبة العامرات، هل تم إزالة جميع الحجارة من تلك المنطقة؟ وكذلك بالنسبة لطريق السلطان قابوس باتجاه السيب كان مغلقا عند الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، فما هي الأسباب لإغلاق ذلك الشارع؟ نعم، هو الحقيقة مش إغلاق للطريق، إنما هو لوجود كميات من المياه تحديدا في دوار برج الصحوة، ولذلك كانت الاختناق المروري والزحمة المرورية كانت متواجدة، وأيضا بعض الطرق اللي هي إلى داخل روي الحمرية تقريبا التي شهدت أيضا نزول وادي عدي تم التعامل معها، والآن الحمد لله الطرق سالكة، وأيضا رجال الشرطة في الدوريات متواجدين ومتابعين للحالة. في حالة وجود أي حالة خارقة قادمة إن شاء الله يتم التعامل معها والتحذير عنها وأيضا نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة بإذن الله تعالى. نعم، المقدم سعيد بن محمد البداعي من العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك. وإلى الشأن العربي، حيث بدأ سريان هدنة لوقف إطلاق النار بين قوات الحماية العسكرية والحوثيين في محيط دار الرئاسة في العاصمة صنعاء بعد المواجهات التي اندلعت وتسببت في سقوط قتيلين وعشرات الجرحى. من جانبها، دعت الجامعة العربية كافة القوى السياسية في اليمن إلى العمل من أجل الوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف واحترام السلطة الشرعية ومساعدة الرئيس عبد رب منصور هادي في جهوده الرامية إلى رأب الصدى. نحو مزيد من التعقيد تتجه الأوضاع الأمنية في اليمن على إثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة صنعاء بين قوات الحماية الرئاسية والمسلحين الحوثيين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث هزت الانفجارات جنوب العاصمة وفي محيط القصر الرئاسي، فيما عزز الجيش من تواجده في المنطقة، وبالمثل توافد المئات من المسلحين الحوثيين إلى مناطق المواجهات التي سقط فيها قتلى وجرحى. ما حدث اليوم من أحداث مؤسفة في العاصمة صنعاء يندلها الجبين ويدفع ثمنها الشعب اليمني وتخصم من داخل القومي، ولهذا نأمل من القوى السياسية أن تترك مصالحها الضيقة والمصالح الانتهازية في أن تظل هي في الحكم وأن تؤسس لدولة مدنية حديثة وفق الكفاءات العلمية. وفي خضم تلك المواجهات، شكل الرئيس عبد رب منصور هادي لجنة من وزيري الدفاع والداخلية واثنين من قيادات جماعة الحوثي لإيقاف المواجهات، إلا أن الاشتباكات تواصلت وبمختلف أنواع الأسلحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القصر الرئاسي. وتأتي هذه المواجهات بعد يومين من اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني من قبل المسلحين الحوثيين، على خلفية اعتراضهم على مسودة الدستور الجديد ومطالباتهم بتشكيل لجنة جديدة لإعادة النظر في التقسيم الإداري للأقاليم. أعتقد أن اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس هادي برئاسة الصماط
لتثبيت وقف إطلاق النار ستواجه في الميدان بانتهاكات مسلحة هنا وهناك. حتى رئيس الوزراء تعرض لأحد هذه الانتهاكات بإطلاق النار على موكبه. هذا وقد شهدت محافظة شبوة عصيانا مدنيا اعتراضا على اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، فيما هددت قبائل المحافظة بتصعيد الاحتجاجات وقطع إمدادات النفط والغاز القادمة من شبوة إذا لم يتم الإفراج عن بن مبارك دون قيد أو شرط. مع تصاعد التهديدات التي تواجه المرحلة الانتقالية تتصاعد المخاوف لدى الشارع اليمني من مآلات الأوضاع في البلاد، لا سيما في ظل تعقيدات المشهد الراهن على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. جمال الأشول، تلفزيون سلطنة عمان، صنعاء. سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي على قمة هضبة مشته نور الاستراتيجية المطلة على مدينة عين العرب كوباني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن القوات الكردية سيطرت على الهضبة إثر عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 من عناصر تنظيم داعش، موضحا أن الهضبة تقع على طرق إمدادات تنظيم داعش من حلب ورقة، بالإضافة للسيطرة على كامل مدينة عين العرب كوباني. وأحرز مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية تقدما في المدينة منذ أسابيع بمساعدة الغارات الجوية للتحالف التي تقودها الولايات المتحدة وقوات البيشمركة العراقية. دعا وزراء الخارجية الأوروبيون إلى زيادة التعاون بين بلدانهم والبلدان العربية في مكافحة الإرهاب، وذلك بعد اعتداءات باريس وكشف خلية مسلحة في بلجيكا. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة قيام أوروبا بتحديث دبلوماسيتها وعملها السياسي الخارجي مع الدول العربية والتعايش مع المجتمعات الإسلامية لمحاربة التطرف والإرهاب، لبحث آليات تعميق التعاون في محاربة الإرهاب. عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل على خلفية أحداث فرنسا وما أثبتته من فجوة في التنسيق بين الدول الأوروبية وما أنتجته من قناعة بضرورة التنسيق مع الدول الصديقة لمحاصرة إرهاب عابر للحدود. الإرهاب والهجمات الإرهابية تستهدف أغلب المسلمين حول العالم، ولذلك نحن بحاجة إلى إقامة التحالف وإلى الحوار لمواجهة القضية معا، وأيضا علينا أن نتحمل المسؤولية كاملة عما نقوم به وما نقوله، فالاحترام هو أحد القيم الأوروبية الجوهرية. وفي جانب من الاجتماع شارك أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لمناقشة ملف الإرهاب وارتباطاته الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة العمل لإنجاز مخارج سياسية لأزمات عربية تتسبب في تنامي الإرهاب. هذا ما أود أن أبحثه اليوم مع بعض الدول ومع المفوضية. المهمة هنا هو أن جميع دول العالم تعاني من الإرهاب، لكن الإرهاب له حدود والدول لا يجب أن تتعاون فيه. أما موضوع الأوضاع الداخلية الخاصة اللي بتقول عليها الحريات، فهذا يتوقف على وضع كل الدول، خاصة أن هناك دول بتمر بمراحل انتقالية وليست هي الوضع النهائي. أما ليبيا فقد حجزت مساحة لها في الأجندة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي على عزمه دعم كافة الجهود الرامية لتأمين حل سياسي يعتمد على مشاركة جميع الأطراف في حوار سياسي على قاعدة تغليب المصالح الوطنية وإنقاذ البلاد من مأزق يهدد بانهيارها. الأوروبيون على شبه قناعة بأن سياساتهم الخارجية تحتاج لمراجعة بعدما عجزت عن كبح الإرهاب ومنع وصوله إلى القارة الأوروبية، ولذلك تزداد المساعي لمشاركة أطراف أخرى في إطار مجابهة دولية شاملة لإرهاب متنقل. من مجلس الوزراء الأوروبي، نور هدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل. ونشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد قليل. شركة عمان للحوض الجاف تحتفل بتسليم السفينة رقم 300 منذ تدشين عمليات التشغيل.
سعت شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ عدة مشاريع خدمية في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك ضمن استراتيجيتها للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ومن هذا المنطلق يعد مشروع الجواز الإلكتروني أحد أهم المشاريع التي ستسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية بحصول المواطن العماني على المزيد من الثقة والإنسيابية والسرعة عند العبور بأي من المنافذ أو المطارات الدولية. ويتميز جواز السفر الجديد بسماته التقنية المتطورة، بحيث يحتوي الجواز الإلكتروني الجديد على شريحة إلكترونية تحمل نفس المعلومات التي يتم طباعتها على صفحة البيانات في الجواز، بالإضافة إلى المقاييس الحيوية المتمثلة في الصورة الرقمية والبصمة والتوقيع الإلكتروني لصاحب الجواز، كما أن صفحة البيانات الشخصية مؤمنة بعلامات ضوئية لا تظهر بالعين المجردة، ولكنها تظهر عند التعرض لجهاز الاستشعاع. يتميز الجواز الإلكتروني بمستوى أمن عال يمنع قابلية تعرض الجواز لجرائم النسخ والتزوير، وذلك من خلال حماية الجواز الإلكتروني الجديد بنظام الحماية الإلكتروني العالمي PKI، بالإضافة إلى أنه يمكن ربط قراءة الشريحة الإلكترونية مع دليل المفتاح الدولي للمنظمة الدولية للطيران المدني. تشتمل جميع الصفحات على مواصفات فنية أمنية عالية الجودة والموثوقية، فالإطار المستخدم مأخوذ من الزخارف الإسلامية العمانية، وتم دمج كلمتي سلطنة عمان بشكل زخرفي هندسي ليكون بمثابة ملكية فكرية لشرطة عمان السلطانية، ولا يمكن استخدامه لغير ذلك، بالإضافة إلى توسط الإطار وحدة زخرفية مأخوذة من الزخارف الإسلامية العربية لتكون خلفية في هذا الإطار، بما تضيف جمالاً فنياً وفكرياً للجواز. لقد تم اختيار خط عربي مكتوب باليد مأخوذ من خط الثلث بطريقة فريدة يصعب تقليده، وتم تنفيذه بشكل خاص للحروف العربية المماثلة للخط العماني التقليدي. تحتوي الصفحة الأولى على الخنجر العماني شعار السلطنة بلونه الأصلي مع كتابة سلطنة عمان بخط الثلث اليدوي باللغة العربية وبما يتجانس معه من الخطوط باللغة الإنجليزية، وتحتوي أيضاً على تنويه عن عدد صفحات الجواز باللغتين العربية والإنجليزية. صفحات التأشيرات للجواز العماني اختيرت لها عدة خلفيات بزخارف عربية إسلامية تمزج برسوم خطية لمعالم حضارية متنوعة من سلطنة عمان. بالإضافة لذلك فالجواز الإلكتروني يصدر لسبعة أنواع. مع جواز السفر العماني الإلكتروني انطلق للعالم بلا حدود. الإحساس بالحياة الفطرية يعرضك للمساءلة القانونية. أخي المواطن والمقيم والزائر، لا تقترب من خطوط ومولدات الكهرباء والأشجار العالية والأعمدة، ولا تكثر التردد في الطرقات عند اشتداد الأمطار ونشوء العواصف الرعدية. Thank you.
الأرصاد الجوية تشير إلى تواصل المنخفض الجوي على السلطنة وأمطار بين المتوسطة والغزيرة تشهدها عدد من المحافظات. بدء سريان هدنة لوقف إطلاق النار بعد سقوط قتيلين وأربعة عشر جريحا في المواجهات الدائرة بالقرب من القصر الرئاسي بصنعاء. اجتماع بروكسل يدعو إلى زيادة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية في مكافحة الإرهاب. سلمت شركة عمان للحوض الجاف السفينة رقم 300 منذ البدء في عمليات تشغيل الحوض الجاف في عام 2011. السفينة التي تمتلكها إحدى أكبر الشركات اليونانية تم تحويلها من سفينة لنقل الحاويات إلى ناقلة نفط. رأى حفل تسليم السفينة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ وشؤون البحرية. رقم قياسي ونجاح كبير تسجله شركة عمان للحوض الجاف بتحويلها السفينة التجارية أولمبيك لك التي تحمل العلم اليوناني إلى ناقلة نفط عملاقة في زمن قياسي يحسب لعمر هذه الشركة عبر فريق عمل متكامل ومجهز ومهيئ من الفنيين والمهندسين والمتخصصين وفق بيئة تحقق أعلى معايير الجودة والإنجاز التي توجت بتدشين هذه السفينة. في السابق كانت صيانات كبيرة، بس هذا المشروع هو تحويل سفينة من نقل بضائع عامة ومتعددة الأغراض إلى نقل النفط، وهذا إنجاز كبير، وهذا أيضا يبين لك مقدرة الشركة في المستقبل إن شاء الله في بناء السفن. أيضا أعمال التحويل لهذه السفينة إلى ناقلة نفط شملت استخدام 2500 طن من الحديد وأعمال الميكانيكا والطلاء، بالإضافة إلى وجود الأعمال المتعددة في الصيانة الدورية والقيام بالأعمال التقنية وفق المواصفات المعروفة في صناعات تحويل هذا النوع من السفن. الأعمال بناقلة النفط انتهت في وقتها المحدد، وسنوسع التعاون مع شركة عمان للحوض الجاف للاستفادة من الخدمات المقدمة فيه. نحن نعتبر أن هذه انطلاقة جديدة للشركة، ستدخل مرحلة جديدة في تحويل السفن من استخدام الاستخدام، وفي أيضا ليسميها الأوفشور لمنصات لخارج اللي في البحر. السفينة أولمبيك لك هي الأولى من حيث كثرة الأعمال خلال عام 2014 بالمقارنة مع السفن التي يتم الانتهاء من صيانتها خلال العام نفسه في شركة عمان للحوض الجاف. تدشين هذه السفينة إلى ناقلة نفط سيعزز من قدرة الشركة على الاستثمار في هذا القطاع. محمد بن سعد العلوي من شركة عمان للحوض الجاف، ولاية الدقم، محافظة الوسطى. وكنا قد أجرينا في نشرة سابقة اتصالا مع المهندس خليل بن أحمد السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف، أكد خلالها أهمية الإنجاز الذي حققته الشركة خلال فترة وجيزة من الزمن. الرقم 300 يدل على إنجاز ما تقوم به شركة عمان للحوض الجاف من تصليح هذه الأعداد في خلال السنوات الثلاث الماضية، فبالنسبة لنا رقم 300 إنجاز، هذه الأرقام ينظر لها وتكتب في تاريخ الشركة. طبعا عملية تحويل سفينة من أغراض معينة إلى أغراض معينة ليس بالعملية السهلة، فإنك أنت تحول هذه السفينة من ناقلة حاويات ومتعددة الأغراض إلى سفينة ناقلة نفط عملاقة بما يسمى بالVLCC، عملية تتخذ عدة إجراءات وعدة خطوات وتم تنفيذها كلها في الوقت المحدد لها، والحمد لله، وهذا توفيق من رب العالمين. قام لواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بزيارة إلى موقع التمرين العماني الهندي المشترك النجاح واحد، والذي ينفذ في منطقة التمارين التابعة للجيش السلطاني العماني بالجبل الأخضر، والذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري. كما تابع قائد الجيش السلطاني العماني عمليات الهجوم على مواقع العدو المفترضة والسيطرة على نقاطه.
ثم شاهد جانبا من العمليات الخاصة التي نفذها المشاركون من الجانبين والمشتملة على عمليات البحث عن العدو المفترض وتدميره. يأتي هذا التمرين في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين. تنفذ شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية خلال الفترة من 21 إلى 26 من يناير الجاري التمرين الأمني الحارس المنيع 2015 بولاية الدقم بمحافظة الوسطى. ويتضمن التمرين تنفيذ عدد من الخطط التدريبية للوحدات المشاركة وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة في هذا المجال بمشاركة وحدات نظيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا التمرين في إطار صقل وتعزيز القدرات العملياتية والتدريبية للأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها. وتهيب شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب من مواقع التمرين في ولاية الدقم حرصا على سلامتهم. للوقوف على آخر المستجدات للتحضير لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات، عقدت اللجنة الرئيسية برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة. وتهدف الندوة المقرر عقدها في 26 من يناير الجاري إلى التركيز على تعزيز الفرص المواتية لرواد الأعمال والاتفاق على تنفيذ برامج دعم جديدة بالتعاون المباشر والوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وستضم الندوة معرضا مصاحبا سيشمل على مشاركة رواد الأعمال وعدد من الشركات الكبرى والجهات الحكومية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة 4 محاور رئيسية تتمثل في ثقافة ريادة الأعمال والدعم والفرص المتاحة والسياسات والقوانين. أعلنت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني أن وزارة القوى العاملة حصلت على موافقة مجلس التعليم بتطبيق الدبلومات المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة. حصلنا على موافقة مجلس التعليم بتطبيق الدبلومات المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة، ولدينا فريق عمل مشكل من مختلف القطاعات لوضع لائحة منظمة لهذه الدبلومات المهنية، وقارئ الآن مراجعتها قانونيا وعرضها على وزارة الشؤون القانونية للاعتماد بشكلها النهائي. إن شاء الله في العام الدراسي القادم سوف يكون هناك مسار آخر جديد لطلابنا وأيضا الباحثين عن عمل في الحصول على دبلومات مهنية مناسبة وتفي باحتياجات سوق العمل. الإرث الحضاري لحصن نيابة الحوقين بولاية الرستاق يحتم إعادة ترميمه من قبل جهات الاختصاص باعتباره واجهة تراثية تحمل الكثير من تاريخ الإنسان العماني. كاميرا الأخبار زارت الحصن الذي يفوح من أرجائه عبق الأصالة وأريج التاريخ العماني العريق، وخرجت لنا بالتقرير التالي. حصن نيابة الحوقين بولاية الرستاق زاوية من زوايا الإرث الحضاري والتاريخي لهذه النيابة التي تزخر بطبيعة خلابة جعلت منها وجهة سياحية على خارطة المواقع الطبيعية في السلطنة. أهمية هو تراث لهذه النيابة ونطالب فيه صيانته وترميمه، واحنا متضررين كثيرا بالحجارة اللي تتساقط علينا أثناء الأمطار وأثناء مرور أي دابة تتساقط عليها الحجارة هذه. هذا المعلم الأثري والذي يعد منارة بإطلالته على زوايا النيابة لطالما وقف شامخا لحقب زمنية بدا عاجزا عن الصمود وباتت أحجاره تتساقط واحدة تلو الأخرى. مطالباتنا بإصلاحه لأن هذا مستهلك من سنين قديمة تسمع، ونريد له صيانة لأنه وقت الأمطار يكون الأمطار هذه تقرف معها الحصى والأرملة وهذا اللي عليه. الأهالي القاطنون إلى جوار هذا الحصن بعد أن كانوا يأنسون بهذا المعلم التاريخي شكلت الأحجار المتساقطة منه خطرا عليهم، متطلعين أن تقوم وزارة التراث والثقافة بترميمه والحفاظ عليه
كأحد الأدوار التي تقوم بها في الحفاظ على المعالم الأثرية وشاهد حضاري على تاريخ السلطنة الممتد. تقدمنا بطلبات إلى وزارة التراث والثقافة بخصوص ترميم الحصن، ووزارة التراث والثقافة يعني قامت بإرسال خبراء إلى الحصن، ووعدونا بأنهم بيدرسوا في الموضوع، لكن هذا كلام حوالي من 5 سنوات تقريبا، حتى الآن ما جانا أي إفادة منهم. طالب بترميم المكان هذا لأنه هذا في خطر على مكاننا الذي نحن يوجد تحت الحصن هذا، ونطالب له بأن يحصن المكان هذا من التدثير وما يجري في أيام الأمطار والحاجات، وأن المكان قديم ويحتاج إلى ترميم. هكذا تبدو صورة الحصن، تطلعات وآمال الأهالي في إعادة ترميمه ليسهم كما يرون في رفد السياحة الداخلية لهذه النيابة. حصن الحوقين إذن بكل تفاصيله زاوية أخرى من زوايا المفردات السياحية لهذه النيابة العريقة. يتطلع الأهالي إلى ترميمه ليلبس حلة جديدة وليكون إضافة أخرى من إضافات البعد السياحي لهذه النيابة. عبد الله بن عامر الويهي من نيابة الحوقين ولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو علي بن حمود المحروقي مدير دائرة القلاع والحصون من المديرية العامة للآثار والمتاحف بوزارة التراث والثقافة. في ظل المطالبات القائمة، لماذا هذا التأخير في إعادة ترميم حصن الحوقين؟ عملت لجنة الوزارة خلال الفترة الماضية على ترميم العديد من المواقع التاريخية والأثرية. ولاية الرستاق حصلت على نصيب الأسد من مشاريع الترميم، والأعمال جارية في عدد من القلاع والحصون وكذلك الأبراج والجوامع. بالنسبة للتقرير المعروض، طبعا الوزارة تحركت بإرسال فريق من المختصين لمعاينة المشكلة، ومثل ما لاحظتوا في التقرير بأنه الحصن مبني فوق جبل مكون من الحجارة النارية أو الأوفولايت. هذه الحجارة بطبيعتها تتأثر بعوامل التعرية كالأمطار وغيرها، لذلك حقيقة مطالبات الأهالي بترميم الحصن بسبب تساقط الحجارة يبدو بأنه كذلك يعني السبب الرئيسي هو نوعية الحجارة وتأثرها بالأمطار. ونتمنى حقيقة السلامة نحن في هذه الأيام، بما أنه السلطنة تشهد هطول أمطار وكذا، نتمنى السلامة لأهالي نيابة الحوقين. الفريق المختص عين الموقع، والوزارة بصدد عمل حماية مؤقتة بعمل سياج يمنع تساقط الحجارة سواء من الحصن. إذن هذه ستكون المرحلة القادمة لوزارة التراث والثقافة للمحافظة على هذا المعلم التاريخي؟ نعم، بالإضافة إلى خاطبنا سعادة الشيخ والي الرستاق لعمل دراسات مستفيضة، وسيتم التنسيق مع الزملاء في وزارة السياحة لتأهيل الموقع ضمن الخطط القادمة إن شاء الله. نعم، إذن علي بن حمود المحروقي مدير دائرة القلاع والحصون من المديرية العامة للآثار والمتاحف بوزارة التراث والثقافة، شكرا جزيلا لك. شكرا. احتفلت كلية الدراسات المصرفية والمالية بتخريج الدفعة 10 من طلبة ماجستير إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة ستريثكلايد البريطانية. وبلغ عدد الخريجين أكثر من 30 طالبا وطالبة ينتظر أن يسهموا في دعم القطاع المالي في السلطنة. رعى حفل التخرج سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بهذا التقليد بدأ حفل تخريج الدفعة 10 من طلبة ماجستير إدارة الأعمال بكلية الدراسات المصرفية والمالية. سنوات البذل والعطاء تتكلل بالنجاح على أيدي المجدين، فجاءت الدفعة 10 بحصيلة تميزت عن سابقاتها بحصول 7 من خريجيها على مرتبة التفوق. بهذا الصرح المشار إليه بالبنان حقيقة يعني مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن عماني عندما نرى هذه الكوادر العمانية وبهذا الحصول المتميز الأكاديمي،
فنحن حقيقة نشعر بهذا يعني بفخر. وأيضا هذه الصروح الأكاديمية وهذه المخرجات الأكاديمية هي إحدى مفردات هذه النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ما يميز الخريجين هذا العام هو وجود عدد منهم بالحقيقة حاصلين على درجة امتياز، والحصول على درجة امتياز من مجموع الطلبة على مستوى العالم هذا فخر واعتزاز لنا هنا في السلطنة، بحيث أنه الطلبة والطالبات العمانيين والعمانيات يستطيعوا أن ينافسوا الطلبة في كافة أنحاء العالم. حفل التخريج شمل تكريم الطلبة المتفوقين والخريجين في عرس بهيج، عبر الطلبة فيه عن فرحتهم بهذا اليوم المميز في حياتهم. الحمد لله رب العالمين، جهود اليوم تحصد، فرحة لا تلاحظ على وجوه الأهالي وكل الحاضرين اليوم، جهود مضنية لمدة سنتين بعيد عن الأهل والأصحاب، تضحية بالوقت، مجهود مضني حقيقة، لكن الحمد لله الفرحة اليوم تنسي كل تعب. المجهود الحمد لله جاء ثمرته اليوم بعد ما حصلنا هذا، وهذا فخر لنا احنا العمانيين، خاصة كعمانية فخر لنا. نشكر جميع اللي ساعدونا في هذا، من أساتذة، من أهالينا اللي وقفوا معنا، لأنه هذا كان ساعات العمل واجد طويلة ومكثفة علينا، فكان لازم أن أحافظ كدوري كأم وزوجة وموظفة في نفس الوقت. برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالكلية يأتي في المرتبة 33 حسب تصنيف فاينانشال تايمز لأفضل 100 برنامج ماجستير في إدارة الأعمال على مستوى العالم، مواصلة بذلك تطورها المستمر. الكلية طبعا درست احتياجات سوق العمل، الآن نحن نخطط لطرح برنامجين جديدين. البرنامج الأول وهو الأول من نوعه حقيقة في السلطنة، سيطرح في الشهر القادم، وهو ماجستير العلوم في المالية. هذا برنامج تخصصي جدا للمتخصصين في المحاسبة والمالية، وإن شاء الله في سبتمبر القادم سنطرح ماجستير العلوم في موارد البشرية. وبدخول الكلية لعقدها الرابع فهي تفتح آفاقا رحبة للدارسين في المجالات المالية والإدارية. الدفعة العاشرة من طلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بكلية الدراسات المصرفية والمالية إضافة قوية لسوق العمل العماني. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل خلفان بن سعيد العامر. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. 3 مليارات ريال عماني حجم النشاط العقاري في السلطنة العام الماضي. أهلا بكم. 3 مليارات ريال عماني هي حجم النشاط العقاري في السلطنة للعام 2014 وفق ما أعلنه أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، بارتفاع بنسبة 27% عن العام 2013. وأشارت إحصائيات أمانة السجل العقاري إلى أن ارتفاع حجم النشاط العقاري تركز في عقود البيع والرهن، فيما بلغت الرسوم المحصلة نحو 50 مليون ريال عماني. النشاط العقاري في السلطنة في العام 2014 ارتفع بنسبة 27% مسجلا حوالي 3 مليارات ريال عماني، كما ارتفعت الرسوم المحصلة عنها بأكثر من 45% مقتربة من 50 مليون ريال عماني. التداول العقاري في السلطنة عموما فقد شهد ارتفاع ملحوظ في عام 2014 مقارنة ب 2013، حيث بلغ قيمة التداول لعام 2014 حوالي 3 مليار ريال عماني، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ 2.3 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 27%. بالرسوم المحصلة للخزانة العامة عن التداول العقاري بكل مكوناته من بيع وهبة ورهن وتنازل وغيره، بلغت الرسوم المحصلة في عام 2014 مبلغ حوالي 50 مليون ريال عماني.
وتركز النشاط العقاري العام الماضي في عقود البيع التي بلغت قيمتها أكثر من 1,169,000,000 ريال عماني، مرتفعة بأكثر من 58%، بينما بلغت الرسوم المحصلة عنها 31,900,000 ريال عماني، مرتفعا بنسبة 51%. كما شهدت عقود الرهن تعاملات نشطة، حيث بلغت قيمتها أكثر من 1,751,000,000 ريال عماني، مرتفعا بنسبة 12%، بينما ارتفعت الرسوم المحصلة عنها بنحو 18.5%، مسجلة أكثر من 8,500,000 ريال عماني. العقود المتمثلة في بعض اللي هي المحافظات كولاية صلالة وولاية صحم في شمال الباطنة، وهنالك طبعا بعض التملك يعني المنتشر في بقية أنحاء السلطنة. قطع الأراضي الجديدة المسجلة لأول مرة سجلت العام الماضي انخفاضا بنسبة 41%، حيث بلغ عددها 51,253 قطعة، بينما شهد عدد الملكيات الصادرة ارتفاعا بنسبة 7%، مسجلة 217,583 ملكية، منها 3,095 ملكية صادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار في السلطنة. وقع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على 22 اتفاقية لتدريب أكثر من 500 مواطن في معاهد ومراكز التدريب الخاصة بالسلطنة في المجالات الإدارية والفنية والحرفية، وذلك بقيمة إجمالية جاوزت 1,500,000 ريال عماني. وتهدف الاتفاقيات التي تتعلق بالتدريب على رأس العمل والتدريب المقرون بالتشغيل إلى رفض القطاع الخاص بالكوادر العمانية المؤهلة والمتدربة تدرب على فنون ومهارات مختلفة. أكثر من 1,500,000 ريال عماني قيمة 22 اتفاقية لتدريب 587 مواطنا وقعها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة مع عدد من معاهد ومراكز التدريب الخاصة بالسلطنة. عملية الاختيار هذه تكون ثلاثية الأطراف، لابد يكون عندنا باحث عن عمل راغب في الالتحاق بسوق العمل، لابد أن يكون في عندنا مؤسسة تدريبية قادرة ولديها الإمكانيات أنها توفر هذا النوع من التدريب، وطبعا أهم شيء عندنا المؤسسة التي سوف يعمل فيها هذا الشاب هذا الباحث عن عمل، فهي ثلاثية الأطراف يجب أن يكون فيها تراضي من جهات الثلاث هذه. الاتفاقيات الموقعة تتعلق بالتدريب على رأس العمل والتدريب المقرون بالتشغيل في عدد من المجالات الإدارية والفنية والحرفية، منها المبيعات والكهرباء والصحة والسلامة وإعداد الطعام والطهي، من أجل رفض القطاع الخاص بالكوادر العمانية المؤهلة والمتدربة. هذا العام نحن طبعا متفائلين أنه سوف يزيد برنامج التدريب على رأس العمل، وفي الواقع التدريب على رأس العمل هو أكثر كفاءة، لأن المتدرب سوف يعيش في القطاع الذي يشغله، سوف يعيش في بيئة عمل حقيقية وينتقل إلى المؤسسة التدريبية في بعض الأحيان لتلقي بعض العلوم والمعارف المتعلقة بتلك الوظيفة. وتحرص وزارة القوى العاملة على تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة من خلال مجموعة من المعايير، من أهمها أن تكون مصنفة من فئة الدرجة الأولى، وذلك من أجل رفع جودة التدريب. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أكثر من 344 ألف سائح زاروا الوجهات السياحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث تعد القلاع والحصون والبراك المائية بوادي بني خالد ومحمية السلاحف براس الجنز والجبل الأخضر من أبرز الوجهات السياحية في السلطنة، والتي تشتهر بتنوع التضاريس والطقس المعتدل والمناظر الخلابة.
واصل مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية صعوده مسجلا 64 نقطة مع إغلاق جلسة اليوم، وذلك بدعم من الارتفاع الطفيف لأسعار النفط وتوقعات إيجابية لتوزيعات الشركات المدرجة في السوق، وبلغ إجمالي التداول حوالي 8.5 مليون ريال. عودة قوية للمستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي المحلي، مستفيدين من التراجع في أسعار أسهم الشركات وارتفاع عوائد التوزيعات النقدية بناء على القيم السوقية للأسهم، أدى إلى تحسن المؤشر العام وكذلك توفر السيولة التي أدت إلى ارتفاع أحجام وقيم التداول. لا تزال النتائج المالية السنوية للشركات وخصوصا النتائج الجيدة لها وقع جدا إيجابي على السوق، وخصوصا في يعني حركة هذا الأسبوع بنلاحظ أنه أغلب يعني القطاعات المتحركة من القطاع المالي وقطاع الخدمات. دعوة المستثمرين من قبل مراقبين ومتابعين لحركة أسواق المال لمراقبة السوق وأخذ المراكز الاستثمارية استنادا إلى المعلومات التي ترد إلى سوق مسقط، مع التركيز على العوائد النقدية أو أي توقعات بتوسعات ستقوم بها الشركات ورغبتها بالدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى مراقبة أي تطورات أو إفصاحات تتعلق بمشاريع كبيرة أو توسعات لشركات صناعية حتى وإن كانت غير مدرجة بالسوق لكن لها تأثيرا مباشرا على الشركات المدرجة خاصة التي تتعلق بعطاءات حكومية. في الفترة القادمة ومع توارد أيضا التوقعات بالتوزيعات الأرباح الجيدة، يعني بتصور أنه رح يكون هناك حركة يعني أحسن في الفترة القادمة وخصوصا قبل الإعلان عن نتائج الربع الثالث. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي وغير العماني يعزز نشاط سوق مسقط. المستثمرون المحليون بلغت نسبة شرائهم 77% مقابل 78% نسبة بيع المستثمرين والمؤسسات المحلية. أما المستثمرون غير العمانيين فقد اتجهوا نحو عمليات الشراء، بلغت قيمة شرائهم 2,063,000 ريال عماني، وقيمة بيع غير العمانيين 1,960,000 ريال عماني، وبذلك ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 100,000 ريال عماني وبنسبة 1.14%. بشكل عام وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جدا للشراء لا يزال الدافع القوي للمستثمرين للبقاء في سوق مسقط، إضافة إلى التحسن الطفيف الذي شهدته أسواق النفط العالمية، وكذلك عامل نتائج الشركات والتوقعات الإيجابية نحو التوزيعات مع توقعاتهم باستمرار التحسن في أحجام وقيم التداول. لتلفزيون سلطنة عمان، سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم وعودة إلى أحمد ونجينا. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا خلفان، وإلى خبر يتعلق بالصور الفوتوغرافية، حيث افتتح معرض لأهم المشاريع التنموية في السلطنة. اختزلها هذا المعرض في صور لأهم المشاريع التي نفذتها وزارة النقل والاتصالات. المعرض الذي يستمر على مدار 3 أيام افتتحه معالي الدكتور أحمد بن حمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات. معرض صور النقل في عمان شكل بوابة للتعريف بأهم المشاريع التي أنجزتها وزارة النقل والاتصالات في قطاعات النقل والموانئ والمطارات في السلطنة. نحن فخورين بهذه المنجزات، ومن واجبنا أن نبرزها ونعكسها لزوارنا سواء من داخل السلطنة أو من خارجها. ويكشف معرض النقل عن مشاريع طرق حديثة روعي في تصميمها إيجاد مشاهد جميلة من الطبيعة العمانية، كطريق قريات صور وجسر فنجة على طريق محافظة الداخلية. مشاريع البنية التحتية التي نفذتها وزارة النقل والاتصالات كالمطارات والموانئ تفتح آفاقا واسعة للسياحة في السلطنة، وأتمنى إقامة معارض أخرى في هذا المجال.
الموانئ المهمة في السلطنة أخذت حيزا في هذا المعرض، حيث يعرض صورا لموانئ السلطان قابوس وصلالة وصحار، بالإضافة إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، كما يحلق المعرض بمرتاديه في مشروعي مطار مسقط الدولي ومطار صلالة. أتيت هنا إلى المعرض لأشاهد الصور الجميلة، وعند تنقلي بالسيارة لمسافات بعيدة تصادفني بعض هذه المشاهد الطبيعية، وبالفعل إنه معرض جميل ويستحق الزيارة. ويظل قطاع النقل في السلطنة ركنا مهما في خطط الحكومة لما يمثله من أهمية في تذليل العقبات ودعم سبل الراحة للمواطن والمقيم في مختلف محافظات السلطنة. يأتي معرض صور النقل في عمان ليبرز أهم الإنجازات التي نفذتها وزارة النقل والاتصالات والمشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، وذلك في سبيل استمرار التنمية المستدامة في السلطنة. محمد بن ناصر الخليلي، مسقط جراند مول. وفي ختام النشرة إليكم بعض اللقطات لهطول الأمطار والتي سجلتها كاميرات الأخبار من مختلف محافظات السلطنة. ختام نشرتنا، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الأرصاد الجوية تشير إلى تواصل المنخفض الجوي على السلطنة، وأمطار بين المتوسطة والغزيرة تشهدها عدد من المحافظات. بدء سريان هدنة لوقف إطلاق النار بعد سقوط قتيلين و14 جريحا في المواجهات الدائرة بالقرب من القصر الرئاسي بصنعاء. اجتماع بروكسل يدعو إلى زيادة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية في مكافحة الإرهاب. أمطار خير وبركة نتمناها للجميع. نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.